مشاهدين، واهلا بكم في حلقه جديده من الكريزي تاكسي، وحلقه يخلق من الشبه 40 وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الدماغ، صباح القطه، وصباح الانا والطروق الجميله. بقول لك ايه، اتفضل. احنا ما اتقابلناش قبل كده، مش واخد باله والله. لا بيت انت تعرفني توي، معلش مش والله تعرفني توي. ارجع كده بالذاكره 7 سنين ورا، ان انا ما كنتش في مصر. ها، ما انت ما كنتش في مصر فعلا. ايوه ما كنتش في مصر. هم انت هبقت ال 100,000 جنيه مني وخلعت بدمات. نعم، ده عمل لي عليه تمر. ايه يا عم، انا كنت مع شمس الزناتي ولا ايه؟ بالظبط كده، تمع الزناتي بقى، تمس الزناتي لسه زي ما انت متهتضرايا. ان ايوه انا النسال، انا اللي نسال برعي. ايه اللي مكتوب هنا ده؟ ملع الحرامي، عشان عمري ما هنساك وهفضل غرزك هنا على الدراع. انا فايق يا باشا. لا يا حبيبي، يا سبحان الله، الدنيا بتتكلم واحد من امبابا، ما بتكلمش واحد تقول لي مش عارف. لا يا حبيبي، امبابا دي على حالك وعلى انا. ده انا حقي يا راجل، يا راجل ده انا جالي الاسطومه. ايه ده بس؟ ده انا جالي الاسطومه في الاول. ايه ده يا عم؟ ده انا حصل لي الياصه منك. طبعا الناس الحلوه اللي بتشرب الاستروكس ولا ايه؟ لا الاستروكس ده انت اللي عملته معايا زمان، وعملته معايا. احطك في شنطه العربيه. والله ولا تعرف تحطني في شنطه العربيه. احطك في شنطه العربيه. اسمع اللي بقول لك عليه. واحدة بيتا، هنعرف دلوقتي كل حاجة. انت تعرف واحنا نعرف وكلنا نعرف. ثانية واحدة بيتا. يا دودة. دودة. أنت فين يا دودة؟ تعال لي يا دودة. المعلم. دودة إن شاء الله. تعالى بس، مفاجأة كبيرة، مفاجأة كبيرة. تعالى دودة. تعالى دودة. دودة مين يا حبيبي يا أبو دودة؟ هتعرف حالا. مين؟ يا حبيبي يا بيتا، سبحان الله يابا. ال 100,000 جنيه مش هحل. اوعى بس الحرام من جنيه ما هحل. مرعي يا مرعي، انا صاحبه. اهو صاحب، صاحب الصاحب اللي مزعل مرعي الحرام. طلعوا له بقى صوره من جيبه كده. بالصوره معايا بقى. ايدك جنبك، بقول لك عشان انا بتروح مني. بتروح مني. ايدك جنبك يا عم، بتروح مني. اسمع اللي بقول لك عليه انت. هو يا عم اللي بتروح منك كتير. بتروح ما بتغيب منك خلاص، بتغيب منك وتيجي عندي. اسمع اللي بقول لك عليه. بص قدامك، بتروح منك. بص قدامك، ايه ده على حالك؟ اسمع اللي بقول لك عليه يا عم. بص مني اهو، طمني اهو. انت منين يا ال 100,000 جنيه؟ انت بتكلم مين؟ طمني يا عم. انت هو عارفين ان انتوا بتتكلموا مع مين؟ مع مرعي الحرامي. عارف مرعي؟ ايوه مرعي الحرامي. اهو اهو مرعي الحرامي. انا هعرفك مرعي الحرامي. اهو بابا، انت هتجوط. انت نطاط. ايه يا بيشو؟ بيشو هات لي الرئيس جمعه وتعالى لي. رئيس جمعه ايه ده بس كده؟ مالك يا حرامي؟ تعالى يعني خليكم معايا عشان انا لقيت شله نصابين. متحل انت اللي نطاط. بص قدامك الميه. تعالى تعالى لي بسرعه. طب يعني اقول لك انا فين؟ ابعت لك اقول لك انا فين. انا هاخدك في الخرابه. خرابه؟ هاخدك في الخرابه. انا مين ابو خرابه؟ هتمضي على الوتولات. وصلات ايدك يا ابني. على الوتولات ايدك يا ابني. هتمضي على الوتولات ولا ايدك يا ابني؟ ما خلاص انا اروح فيه. اروح فيه. ايدك بصك. هروح فيه. ايدك جنبك. بقول لك عشان انا ما تغلطش مني. مرعي يا حرام. ما تغلطش مني. اوعى تعيش بتحل. ورعي والشغل دوت. ورعي يا عم شمس الزناتي. ايدك ايدك بقول لك ايدك جنبك. لا 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 اوعى انزل منك. هتديني ال 100,000 جنيه ولا هقعدك في عين الحرامي؟ حركة كده كاملها. ايه ده؟ بص ينفع كده؟ طب ينفع كده؟ تضربني؟ ينفع كده؟ حركة ايه؟ مفيش حاجة، احنا بنهزر معاك. بنهزر معاك والله. بص بص مفيش حاجة. ها ده؟ مفيش بنهزر والله. منين يا؟ بص بص دي كاميرا، دي كاميرا. دي كاميرا والله. دي كاميرا خفية. برضه تانية كاميرا خفية والله. كاميرا خفية والله. كملوا عليها شغل يا؟ لا والله أبدا بنهزر. ركبني تاني وتقول لي إن الشاب برعي مش عارف مين شاب زيزا. ما هو هزر معاك والله. كاميرا ايه؟ كاميرا خفية. أنت كنت بتهزر. نذيع الحلقة دي ولا ما نذيعهاش؟ حبيبي يا باشا ذيع.
معادي وميعادك واي ميعاد تحت امر حضرتك. فين فين الميعاد يا فندم؟ عند المدام بتاع بابا عبده. يا فندم ايه ده؟ ايه ده؟ ده حضرتك اسمك بطة؟ بطة؟ بطة مين؟ حضرتك أساسا من النعالي طيب؟ اه من النعالي. طب ده سعرت ولا باروتة؟ أنت بتسأل أسئلة كتير ليه؟ أنت مالك؟ لا عادي بتقل. أنت شخص مستفز بصراحة. بقول لحضرتك إيه؟ رتدي كده معايا شوية، رتدي معايا شوية هتفتتريني يا بطة. بطة؟ اه هتفتتريني يا بطة. بطة مين؟ ايه نسيت يا بطة؟ لو كنت نسيت اللي جرى نجيب الدفاتر القديمة تتقرا. بطة ايوه انت يا بطة عمري ما هنتاكي. عمري انت مجنون؟ لا انا متمجنون. لا انت مجنون. انا متمجنون. لا انا متمجنون. انا عمري مين اللي متخلف؟ انت. هي نفس الستمة اللي كانت بتستنهاني بطة قسم بالله. انت في حاجة تعبت دماغك؟ لا مفيش حاجة تعباني يا هانم. ايه نسيتيني؟ نسيتي الستة ام 30,000؟ نسيتي؟ هات معاك وانت داي سمسن، هات معاك وانت داي فستق، هات عين جمل، هات لوز، اصل انا امي بتحب عين الدمل، اصل انا ابويا بيحب اللب التوري. فاكره ولا نسيتي؟ فاكره ايه؟ والله ما هحلك، والله ما هحلك. انت مجنون صح؟ 30,000 جنيه. 30,000 جنيه؟ سابكه ب 30,000 جنيه. انت متخلف اصلا. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ لا ما تقوليش مش هوطلك. ما تمدش ايدك. بقول لك ما تمدش ايدك. انا مدت ايدي يا حراميه انت يا ام بطه. نزلني هنا على جنب. مش هحلك لما اخد حقك. كده ما تمدش ايدك. مش هوع ايدي. مشاهدين زي ما انتم شايفين بقى طبعا غريب على الشعب المصري ان هو يركب مع سواق تاكسي ويلاقي سواق التاكسي عامل اللوك اللي انا عامله ده، وربنا يستر علينا في اللي احنا فيه بقى. ده الكاركتر ده صعب صعب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه ده؟ مساء الفل والجمال عليكم. انت واحد الاول ولا واحد اول؟ يا عم في مالك انت؟ ايه الشنب ده كله مش مال عينك ولا ايه؟ لا بس انت عامله كده اصلا يعني. ايه اللي في ايه؟ حريه شخصيه، حريه شخصيه. لا 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 لا. نعم. ايه اللي انت بتعمله ده؟ يا عم في ايه بعمل اللي انا عايزه؟ انت مش عايز تروح مشوارك؟ ما انت تفهمنا بس الرقص اللي انت فيه ده، انت واحد ولا واحده ولا ايه؟ لو سمحت حضرتك ممكن تركز يعني اللي انت قاعد معاها؟ انا هوصلك مشوارك خلاص بقى. خلاص انا على فكره سكتت خلاص. لا 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 انت يا استاذ. يا قمر. اللي يا قمر؟ هو حضرتك بجد؟ لا انا بهزار. بهزار؟ اه انت بتضحك على ايه؟ انا شايف شكله عامل ايه؟ والله اللي هو بيعمله ده. ثواني ثواني معايا تليفون بس. الو ايه في ايه؟ كوكي اتجوز ميشو؟ الحيوان انت اكيد بتهزر. طب ممكن بقى تبلغه ان انا هرجع اقابل توتو تاني؟ انا هقابل توتو، هقابل توتو هعدي ياخده دلوقتي، هو كان بيضايقه. اوكي ماشي يلا باي باي. الحيوان ممكن ابقى اخد حد في الطريق من فضلك؟ لا بس احنا واخدين التاكسي مخصوص يعني. يا حبيبي اوكي ما قلتش حاجه، خلاص هبقى اخده في الطريق بقى لو قابلته. انت شكلك مش غريب عليا على فكره. انا من شبرا. يا لهوي يا لهوي بعشق شبرا واهل شبرا. ما تخليك في حالك ولا في حالك انت، انت حضرتك هو في حاجه؟ انا مش انا على فكره انا مش فاهمه. مش فاهمه انا ايه؟ مش عارفه اصلا حضرتك واحد ولا واحده. يا لهوي ولا يا لهوي شكلك ايه؟ طب لو سمحت بص قدامك ما تبصلوش. انت بصيت له ليه او بصله ليه اصلا؟ مش انا بصله ايه؟ اصلا حضرتك واحد ولا ركزي بقى في نفسك بقى. مالك فيكي ايه؟ قول لي قول لي مالك انت مالك انت ولا منك انت اللي انت بتعمليه ده؟ مالك غيرانه غيرانه من جوه؟ انت ايه مش شايف نفسك؟ انا شايف ان انا مشرشه. غيرانه انا غيرانه بليز لو سمحت بص قدامك. ايه خلي ايدك قدامي. ايدك ولا هو ايدك اللي انت بتعمليه ده ولا اللي انت بتعمله؟ ان انت ما مش بقلك ولا انت ولا انت. محدش كلمك خليكي في حالك. مش كده بس كده ولا بايدك كده؟ روح احلق الشنب اللي في وشك دي ولا في وشك. وشك اه خليك انت كده. والله انا مش عارفه انت واد ولا بنت ولا مش عارفه انت واد ولا بنت. اه
خليك انت كده بقى قصر قصر بقى عم الحاج خليك في طريقك. اقسم بالله انا عشانك اعمل اي حاجه. لمي نفسك يا بابا انت خليك في قدامك. انت مش شايف بيعمل ازاي؟ انت مش شايف؟ لا ده متخلف لا لو سمحت. هو قال لي لو سمحت ما تعملش كده. لو سمحتي بقول لك ايه؟ شفتي دي؟ بقول لك ايه؟ مش عايز اشوف. طب شفتي دي؟ انا نفسي مش عارف. انا مش عارف انت سواق تاكسي ازاي اصلا. المفروض انا مش فاهماك بصراحه. سواق تاكسي والله ده اخر. سواق تاكسي ما تعقلي شويه ولا اعقل ولا ايه اللي انت فيه ده؟ بس ما تردش عليا. انت من ساعه ما ركبت وانت عينك ما غابتش عني في المرايه. مش عايز اتكلم قدامك. تحر يا اخي الرجاله ولا تحر النسوان حتى. اه ايه ده؟ كرسي إيه؟ سخن قوي. الف سلامة عليك انت والكرسي. الله لولا بس الواحد مستعجل كان نزل. يا ريتك تنزل. عايزك تركب تفضل راكب. طب غوري بس ولا غوري بقى على الصبح؟ لا لسانك. اوه انا قاعد ياخد صاحبي اهو. تعالى تعالى. صاحبي اهو. طب ما بتردش عليا ليه؟ وحشتني. قلبي. قوي. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. عامل ايه؟ تمام. ما تسالنيش عليا ليه؟ بسأل والله بقالي 3 ايام شغال وطالع. طب لو سمحت احنا عايزين ننزل. لا يا فندم عايزين ننزل. مش هتنزلي. هو ليه مش هتنزلي؟ هو انت مالك محروقه ليه؟ هو انت محروقه. انت مش قاعده مع مش قاعده مع صاحبك. ما تسيبيني مع صاحبك. قلة ادب. انت عايزه ايه؟ ايه ده اللي ايه ده؟ ايه اللي ايه ده؟ انا مش فاهم. خليك في حالك. اقسم بالله ده ياكلكم. في ايمان. ده ياكلكم. في ايمان. انت عارفه انت عارفه ده مشهور عندهم في المنطقه؟ ده اسمه عبد الونش. طب بص يعني يرفع اي حاجه. ده عبد الونش. ربنا يبارك لك. حبيبي يا وانش. قلبي قلبي. طب نزلنا عملت ايه؟ لا طبعا مش هتنزلنا. انت بتعمل كده ليه؟ جبت لي فلوس؟ قلت لك والله. ايه؟ بقول لك احنا عايزين ننزل. ثواني بعد اذنك بس ثواني. طيب ثواني بقول لك اسكتي خلاص. 3 ايام. 3 ايام شغال. لما اتطحنت عشان خاطرك انا عايزك النهارده بقى تروح تتمرن. الله يبارك لك. تتمرن تتمرن وتتمرن وهخرب الدنيا. لا بس ما تغيبش عليا بالليل يا اسطى. يا اسطى لا انت على فكره في واحده في واحده ست راكبه في العربيه كده. ايه بتكلم عادي يا عم؟ اسكت كده غلط. اسكت خالص. ما ينفعش اللي انتوا فيه اللي اسكت خالص. بقول لك ايه الونش يرفعك. ويرفعك انت. يرفع مين؟ اقسم بالله الونش يرفعك. يرفعك انت ويرفع اللي زيك ولا اللي زيك. الونش يرفعك. ارفع يا حل. انت عندنا ننشقك انتوا الاثنين نصين. انت بق تشق يا بق. طب ايه ده بس؟ ايه ده بس؟ بص قدامك ولا بص يا عم الحاج. ده بص البنت. بص البنت دبلانه ازاي. بص صاحبته دبلانه خالص. صاحبته دبلانه. دبلانه دبلانه. انت مش زلالها. زلالها اه والله. شطه وكمون. متكاده. شايف اليانسون. ايه اللي تلاقيه ده؟ شايف اليانسون. شطه وكمون. شايف اليانسون. شطه وكمون. يا عم انت وين؟ شطه وكمون. هو فاكر هو في شقه. اوعى ايدك اوعى ايدك اوعى. ايه هو اللي ايه؟ اقف على جنب. اللي بالك هتصرف لكم انتوا الاثنين. اكسر ايه؟ نزلنا بعد اكسر ايه؟ يا عم انا عايزك تكسر. شو هو انا الونش؟ هو سيبه. هو بس طيب بس 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 ايه ده؟ سيكاها قوي بقى. ده بس ده احنا بنهزر بنهزر والله بنهزر. لا لا يا ابني ليه؟ لا لا بس يا عم يا عم بس تهزروا ايه وشفت ايه يا عم؟ اسمحوا لنا ان احنا نذيع الحلقه؟ اه طبعا ممكن نذيع. ممكن استاذ ناخد منها احنا لو هنذيع نذيع عشان خاطر الونش. الله يبارك. وعليكم السلام. والله انا تمام. والله جو حر قوي النهارده. اه بقالي يومين الجو حر. اه حر حر يعني كان الله في عونك طول ما في الشارع. اه والله العظيم.